مشاهدينا، ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر تيمز من دبي الأستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا سيد رائد، ونبدأ بالأسواق الأمريكية التي من المفترض أنها تلقت دعما من نتائج الشركات وآخرها إنفيديا من جهة، ومن جهة أخرى تتعرض لضغوط من احتمالات إبقاء الفائدة مرتفعة وكذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا. كيف ترى المشهد وكيف تقيم نتائج إنفيديا؟ بالتأكيد البيانات التي صدرت عن إنفيديا تعتبر بيانات إيجابية، والأسواق الأمريكية أصلا في مرحلة إيجابية كبيرة منذ إعلان ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا هذا الزخم الإيجابي طبعا استكمالا لمسار إيجابي وتقدم قوي في أسواق الأسهم الأمريكية خلال عام 2024، وبالتالي شهية المخاطرة موجودة لدى المستثمرين، ولكن نحن وصلنا إلى مستويات مرتفعة نسبيا تعتبر مقلقة بالنسبة للمستثمرين للدخول في هذه اللحظة، خصوصا بظل العوامل الأخرى اللي أنت تفضلت فيها مثل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات والصراعات العسكرية. في نفس الوقت لدينا مخاوف أسعار الفائدة التي لا زالت وفق قرار الفيدرال الأمريكي في مسار يعني نوعا ما واضح، لكنه مؤخرا بسبب بيانات التضخم التي بدأت بالارتفاع ربما قد يتمهل الفيدرال الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، وهذا من شأنه تخفيض أسعار الفائدة عفوا، وهذا من شأنه حقيقة أن يكون ذو منحة تشددي في السياسة النقدية، بالتالي انخفاض احتمالية تقليص أسعار الفائدة أكثر وأكثر في الاجتماع القادم ربما من شأنه أن يكون ذو نبرة تشددية من قبل الفيدرالي، وربما يترجم قوة مزيد من القوة في أداء الدولار الأمريكي ويؤثر سلبا على الشركات. نعم أستاذ رائد، لعل الحديث عن التوترات الجيوسياسية في أوروبا يقودنا إلى الحديث عن الملاذات الآمنة، ومع هذا الإقبال عاد الذهب للارتفاع والدولار أيضا يرتفع، كيف تفسر هذا الأمر؟ حقيقة الذهب ارتفاعاته من لحظة وصوله لمستويات 2535 دولار للأونصة، ونحن حاليا ارتفعنا بأكثر من 135 دولار من ذلك القاع، والسبب في ذلك يعود إلى التوترات الجيوسياسية، عدم الرغبة بالمخاطرة، التوجه نحو الملاذ الآمن، ويترجم سريعا الذهب ذلك دونا عن العملات الأخرى. بالنسبة للدولار الأمريكي كذلك الأمر يلعب دور الملاذ الآمن ككاش، يعني في عمليات تخارج من أسواق الأسهم عم نشوفها، وعم نشوف أنه توجه نحو كاش آوت أو الدولار الأمريكي بحد ذاته، وبالتالي أيضا يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي أمريكي ضعف اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني أمامه في الآونة الأخيرة يحدد من جاذبيته وارتفاعه في الوقت الحالي، ولذلك نرى هذا العلاقة الغير معهودة اللي هي دولار أمريكي والذهب في نفس الوقت يرتفعان، ولكن ذلك مرد للتوترات الجيوسياسية والتصعيد الذي يخشاه المستثمرين وبالتالي يتحوطون منه من خلال التوجه نحو الذهب والدولار الأمريكي كملاذات آمنة في الآونة الحالية، ولكن من الصعب أن يستمر هذا الوضع كثيرا لأنه راح يكون في ترجمة سريعا لفرص إيجابية في أسواق الأسهم، ثم عودة للتراجعات على أسعار الذهب، ربما يبدأ الهبوط عند مستويات 2700 دولار للأونصة. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.